انا دابا تنشتغل على جوج الاغنيات على المستوى الانترناسيونال، بجوج بيهم بالانجليزيه. عندي واحد سينجل خدام عليه بالعربيه، يعني يعني هنايا مع واحد الموزع مغربي، لكن كنخدم على جوج ديال الاغنيات اللي غادي يخرجوا في امريكا ان شاء الله وفي اوروبا، يعني باعتبار انني دابا يعني الماناجمنت الا بغيتي تقول ديالي في اوروبا في فرنسا. فهذا هذه مساله، حيت ما عمرني ما خديت الانترناسيونال بجديه، يعني بقيت دائما بقى داك العلاقه ديالي الوطيده بالمغاربه والمغرب، ما عمرني غنفرط فيها ما حسب لهم شي غادي نعمل نخدم على الانترناسيونال ونساهم، غير ما عطيتش ديك المساله حقها، وجا الوقت اللي ناخذ هذه المساله بجديه شويه. وهذه مساله ما كترجع ليش انا يعني حاضره على المواقع الاجتماعيه، لان الاسلوب الجديد والطريقه الجديده يعني للتواصل بين الناس، فلي وجود يعني موجوده بكثره على المواقع الاجتماعيه. عندي الانستغرام ديالي، عندي الفيسبوك ديالي، عندي كل شيء، تويتر، كل شيء عندي. واش غنقول لك، انا كنعتقد بان الدليل على ان الاغنيه نقول بالاحرى الصادقه باش ما نقولوش الملتزمه، يعني يمكن يسميوها كيف ما بغاو، لكن انا كنقول الكلمه الصادقه والنغمه الصادقه كيطول لها العمر بزاف. والدليل هو ان بعد غياب طويل ملي كنرجع ونعطي سهره تيكون جمهور يتواصل، يعني عارف الكلمات عارف كل شيء، فليها جمهورها، ليها ثقلها، ليها رسالتها النبيلة اللي كتوصل لقلوب الناس واللي ومستمرة يعني. قلتها وغادي نعاودها، الساحة المغربية استخبط خبط عشواء ربما. كنشوف شباب كيقلب على الهوية ديالو، كيبحث عليها، شيء ماشي سلبي. أنا بالنسبة لي تنأمن بالإبداع، والإبداع أحسن من أي حاجة أخرى. وحتى أنا في البداية ديالي كنت كنقلب على ذاتي، خاصة أن بديت وأنا عندي 16 سنة، فكنشوف الشباب أن غير يلقى صعوب يعني باش يلقى الذات ديالو، ولكن من بعد ماشي يلقاها، ماشي يلقى الأسلوب ديالو الفني وماشي يستمر عليه. غير كنتمنى زعما شبابنا تكون عنده ديك عزته بالمغربيته، لان تراثنا غني، ما نحتاجوش نمشيو لتا شي بلاصه باش نتفتحوا يعني على اساليب جديده وعصريه، لكن نحافظوا على واحد على يعني التراث ديالنا وعلى الموسيقى ديالنا المغربيه، ونحاولوا نخرجوا بها. انا دابا لا في مراكش، ماشي في محمديه، اي لقيت فيها راحه نفسيه اكثر وهدوء، وما عندي حتى شي مشكل يعني لا مع المحمديه ولا مع الرباط، ولا يعني جلست في الرباط، جلست في المحمديه لان عندي الاهل في كلتا المدينتين، لكن فضلت مراكش على الهدوء ديالها. وعلى البنات ديالي بجوج فنانات، غير انا كنلح على الدبلوم هو الاول، فيعني مستمرين في الدراسه ديالهم وعندهم ابداعات، يعني عندهم اغاني وكيعزفوا، وغيجي النهار ان شاء الله اللي غادي يكتشفوهم المغاربه باذن الله. ما نقدرش نقول، ربما يكون عندهم اصوات احسن مني، ربما يكون عندهم منهج احسن مني، ولكن الشيء الاكيد هو ان لقنت لهم بعض المبادئ اللي كبروا عليها، وان الفن ما تتعملش من اجل المال، ولا من اجل كتكون خاصو يكون رساله نبيله، كتعدد اللغات، كتعدد الاحاسيس، لكن تبقى دائما يكون واحد الاسس يكبر عليها الطفل او الطفله،
باش تعرفوا يعني المنهج اللي ياخدو. عزة النفس جاتني يعني بشكل تلقائي. إنسان يعني بسيط، عاش حياته بسيط ومات بسيط. ويعني يعني بهذه المناسبة كانت عندي سهرة اللي لغيتها ولغيت، وهو مازال يعني على فراش الموت مازال. وجمهوري بلا بيه راه ما كايناش، ما يمكنش نكون. كان يعني الشكر الكبير لهم لدعمهم لتشجيعاتهم اللي خلاتني يعني نستمر ونبقى نبدع ونبقى نعطيهم يعني من الجديد ديالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.